السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه مش متعود تفضل مكانك لما ادخل، بس هعديها لك يا ام الواد. بسم الله ما شاء الله. ايه مش بكلمك؟ حد من الحريم ضايقك ولا حاجه؟ بتنطق يا بت. بسم الله الرحمن الرحيم. صح يا عمد، مفيش غلا في البلد. ايه انت شفت منين الكلام ده؟ رد عليا يا عمد، احنا عايشين كل ده خايفين من حاجة مش موجودة؟ ما ترديش على السؤال بسؤال، انت بتتجسسي علي. يعلم ربنا عمري ما عملتها، عمري ما اتجسست عليك. وانا لو اتجسست عليك يا عمدة هاجي اقول لك. انا سمعت الدكتور، سمعت الدكتور بالصدفة. ريح قلبي يا عمدة، فيه ولا مفيش؟ ما هو لو مفيش يا ام الواد يبقى انا نصاب. يرضيكي ابو ولدك يبقى نصاب. حسك عينك تفتح السيره دي، لا معاي ولا مع اي مخلوق، والا نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.